أربعة أفلام عالمية من المقرر عرضها في 2024. أولاً ميكي 17، تدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي حول مهمة بهدف غزو فضائي تتحول إلى سلسلة من الأحداث الفوضوية، ومن المقرر عرضه في مارس 2024، ويشارك في بطولته روبرت باتنسون، ناومي أكي، وتوني كولت. ثانياً وايز جايز، تدور أحداثه في إطار من الجريمة حول رجلين إيطاليين أمريكيين ينحدران من عائلتين إجراميتين، ويشتد الصدام فيما بينهما حين يحاول أحدهما اغتيال الآخر. الفيلم من بطولة روبرت دينيرو، ديبرا ميسينغ، وكوزمو جارفيس، ومن المقرر عرضه في فبراير 2024. ثالثاً جوكر فوليادو، وهو استكمال لأحداث فيلم جوكر، حيث يواصل آرثر فيليك رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد بعد هروبه من المصحة النفسية، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب. الفيلم من بطولة خواكين فينيكس وليدي غاغا، ومن المقرر عرضه في أكتوبر 2024. رابعاً وأخيراً كونغ فو باندا، حيث كشفت شركة يونيفرسال بيكتشرز عن موعد طرح الجزء الرابع منه في العام المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثالث الذي عرض في 2016.